السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين نلقاوكم على خير وبخير يا ربي. كما كتشوفوا اليوم شفنا واحد حاجه اللي زوينه في الحقيقه وكتفرح وكتعجب، لان شفت واحد اللايف دايره اخت نعيمه البدويه، هي بديعه دايره واحد اللايف وكتدافع على الاخت ديالها نعيمه البدويه بالاسم ديالها بدون سب وبدون شتم. الحقيقه هذا الفيديو هذا اللي دايره الاخت ديال نعيمه البدويه عجبني بزاف، والصلح خير، والصلح فيه غير الحاجه الزوينه، ما فيه لا منكار لا حتى شي حاجه، حتى واحد ما كيطلع ضد واحد. الحقيقه عجبني بزاف هذا الشعور هذا، باش كتهضر الاخت ديال نعيمه البدويه وكتدافع عليها بحرقه بعد ما ناضوا الناس اتهموها بالاحسان العمومي، وكتقتارع عليها شنو كدير في الحياه، وكتقول لها زعما تنصحها بالناس اللي مزيانين والناس اللي سيئين وشنو غادي يتبع. في الحقيقه كنقول لها مزيان هاد الطريق هادي اللي مشيتي فيها، هضري بحال هكاك زوين على خوتك، هضري زوين على الناس بحال هكا، الناس يتقربوا منك والناس يبغيوك. حسن واحد كما كنقولوا الفم اللي يقول حاجه خايبه اللهم يقولها زوينه. داكشي علاش بغيت نهضر في هذا الموضوع هذا، لان شفنا نعيمه البدويه هي والاخت ديالها دازت من واحد الحروب، واحد الصعاب بزاف كثيره كثيره، لان شكون كان صاحب المشاكل؟ كانوا عندها نعيمه البدويه بزاف ديال الصحابات، كتدخل هنا تدخل هنا تدخل هنا، هذوك بعض المرات كيكونوا كيوصلوا يقولوا لها الاخت ديالك قالت فيك، الاخت ديالك قالت فيك، وكيخليوا المشكل تزيد يكبر بين هاد الاخوات. وهذا الشيء ما كانش نهائيا في الصالح ديالهم، لانهم هما من عائله وحده وخواتات، وكانوا في كرش وحده ودم واحد، وحشومه على اي واحد يتدخل بشي حاجه خايبه. دائما واخا نسمع اختك قالت لك شي حاجه خايبه ما نوصلهاش باش ما نخسرش كما تنقولوا بين الخواتات. هذا الشيء هو اللي كان داير لهم ديك المشكل، وكانوا دائما في حرب خايبه. وسمعنا نعيمه البدويه شحال من مره تقول انا نموت وما نشوفهاش، انا نموت وما نتسامحش معها، ولكن كما تنعرفوا ان الله غفور رحيم. الاخت ديال نعيمه البدويه اللي هي بادعه شفناها اليوم طالعه في هذا الفيديو، وهي كتدافع على الاخت ديالها كما قلت، كتذكرها بالاسم ديالها نعيمه، وكتوجه ليها بزاف ديال الرسائل وديال النصائح باش ديرهم. كنقول ليها برافو عليك، وهكذا يكونوا خواتات، وان الله غفور رحيم. وملي نسيتي زعما داك الشيء اللي كنت كتقولي فيها وداك المعيار كنا دائما ما كنتقبلوش، دابا احسن طريقه هي هذيك. ماشي واحد ضروري خاصو يكون مجموع مع بعضياتو ومسلم على بعضياتو دائما مجموعين، ولكن غير هاد الكلام زوين في الغيبه ديال خوك المسلم كيف ما كان راها اجر فيه. الا هضرتي خوك المسلم هضره زوينه كيفرح. انا متاكده نعيمه البدويه اليوم ملي غتشوف اللايف ديال خدها غادي تفرح، عوض فاش كانت تشوف لايفات مسيئه ليها كيقولوا لها الناس شوفي اختك واش هادي اختك واش هادي، بنادم كامل كان كيتصدم بداكشي اللي كانت تخرج عليه. الصلح خير والمسامحه، وان الله غفور رحيم، وهادشي اللي شفنا انا بعدا عجبني وارتاحيت ليه وحبيت نهضر عليه، واخا كما تنقولوا باقي ما تجمعوش في طبله وحده وصلح واحد، ولكن غير هاد الخروج باش تخرج وتدافع عليها هذا كي يعني انها قلبها صفى من جهتها، وما بقاش عندها داك الغل وداك الحقد. هادشي بسبب الناس سوا نقلوا الهضره، هذا قال فيك هذا قال فيك. كنقول لهم هنيئا لكم بالصلح، ونتمنوا نشوفكم مجموعين، ولا كانوا شي صديقات باغي الخير يكونوا يدخلوا بيناتهم خيط ابيض، ماشي دائما كل واحد داير لي اسم ربي عاطينا اسماء ديالنا وهما كيسميو فلان بسميه وفلان بسميه. اعوذ بالله. هادشي هو اللي جيت نوصل لكم اليوم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.